شاد الفلوس هذه كامله اللي عندي كنقسم لك برب بالمعبود، كتامن بالله ولا لا؟ والله يا خويا الحبيب الا في اليومين جمعت هذا المبلغ كامل، ولكن الطريقه راه عارفين اغلبيه ديال اليوتيوبر وما باغيش انهم يبارطاجيها معكم، ولكن اول يوتيوبر غيبارطاجي معكم هذه الطريقه. تبعوا معايا لا فيديو، انت اللي كتفرج في هذا لا فيديو كل تقريبا كل 3 ساعات ولا 4 ساعات تقدر تحقق هذا يا خويا. 200 درهم انك تجمع، شحال 200 درهم؟ هي 20 دولار اه ولا لا؟ 20 دولار هي 200 درهم. غنخليك اخويا الحبيب انك تدخلها كل 24 ساعه، وداعا للفقر وداعا للفقر وداعا للفقر. تبع معايا هذا الفيديو من الاول حتى التالي. المهم بالنسبه لهذا التطبيق هذا راه سبق ليا وشرحته طبعا في القناه ديالي، وريتكم الطريقه كيفاش انه كيخدم. شنو كنت كنقول لكم؟ جمعوا واحد التذاكر وشاركوا في واحد المسابقات، وراه كل مسابقه كيعطيكم 100 دولار 150 دولار 1000 دولار، ولكن للاسف ان التطبيق في هذه اللحظه نصاب. وخا تجمع التذاكر، يعني التذاكر هو اصلا كيربح من الاعلانات من جوجل ادسنس، وانت كضرب شويه ديال التماره. شنو هي هذه الطريقه اخويا الحبيب؟ هو انك بالنسبه ليا ندير لابليكاسيون، ونخلي لكم طبعا في الديسكريبسيون غير باش نكونوا واضحين، راه 100 الناس اللي دخلوا طبعا تسجلوا برابط الاحاله ديالي غناخذ عليهم 80 دولار، دخلوا 1000 تسجلوا طبعا مرابط الاحاله ديالي غناخذ عليهم 700 دولار، باش نكونوا واضحين. البلان راه غير على الاحالات. للاسف بغيت تدخل مرابط الاحاله ديالي مرحبا بك، ما بغيتيش اخويا تدخل مرابط الاحاله ديالي دخل اخويا البلاي ستور، كتب الاسم ديال لابليكاسيون ودخل اخويا تيليشارجي، داكشي كيبقى الاختيار ديالك. انت تعرف شنو هي الطريقه؟ ديك الساعه ملي غاتيليشارجي لابليكاسيون، بالنسبه للناس اللي عندهم الاجهزه ديال الاندرويد راه غاتيليشارجيوها طبعا على سبيل المثال من البلاي ستور، وبالنسبه للناس اللي كيتوفروا على الاجهزه ديال الايفون بنظام الاي او اس راه غاتيليشارجيوها الشباب من الاب ستور. انفو غاتيليشارجي لابليكاسيون غتدخلو، بالنسبه كيفاش اننا غنتسجلو طبعا اما عن طريق الجيميل او عن طريق الفيسبوك، ومن الاحسن انكم تسجلوا طبعا عن طريق الجيميل لان الفيسبوك يوقع فيه بزاف ديال المشاكل ديال تقييد الحساب او نسيان كلمه السر على سبيل المثال. غتمشي غتاخذ اللين ديال الاحاله ديالك وتدخل به طبعا من تليفون اخر، سواء عند الوالده ديالك او د الوالد او د اختك، المهم اي تليفون. ما عندكش تليفون شري غير تليفون غاب 150 درهم قدي به وصافي، راه التليفونات رخاصين حاليا في السويقه. المهم غتشري تليفون ب 150 درهم وتحاول انك تدخل به مرابط الاحاله ديالك، يعني رابط الاحاله ديالك غتكليك عليه غيدخل لك طبعا البلاي ستور. ديك الساعه تيليشارجي لابليكاسيون من البلاي ستور برابط الاحاله ديالك. ديك الساعه باش انك تاخذ تقريبا 90 سنت اللي هي تقريبا 9 ديال الدرهم، راه ما تربحش غير 9 درهم، راه غتربح زباله ديال الفلوس الا تبعتي معايا هاد الطريقه اللي غادي نقول لك. راه خدام بها بزاف ديال عباد الله، وما باغينش عباد الله الناس يبارطاجيوها. علاش؟ لانه لا بارطاجها معاك انت وبارطاجها مع الاخر والاخر والاخر، مليون ديال الناس بداو كيخدموا بها لابليكاسيون. فهاد اللحظه غتبدا تخسر الملايين ديال الفلوس ديالها، اما الربح الكبير هو بهاد الثغره او بهاد الطريقه الجهنميه اللي ما عرفها تقريبا حتى شي واحد. قرب عندي انا نشرح لك. اون فوا توصل للمستوى الخامس في اللعبه غتلقى عندك تقريبا 90 سنت في الحساب الاول ديالك اللي خديتي منه رابط الاحاله ديالك. دابا انت ولا انت ولا اي واحد كيتفرج طبعا في هذا الفيديو غتسولني خويا الحبيب، انا ربحت السيدي ديالك داك 90 سنت اللي قلتي لي انت في الاول، بغيت ندوبلها ولا ندوبلها بعشرات المرات ولا 1000 مره ندوبلها؟ كيمكن لك انك تدوبلها حتى بمليون ديال المره، 9 درهم تدوبلها تقريبا بمليون ديال المره، حسبها هي شحال. الطريقه هي كالتالي: اول حاجه غتقوم طبعا بعمليه ضبط اعاده المصنع للتليفون ديالك، او انك دير له عمليه ضبط المصنع بواحد الطريقه سهله بالنسبه بالناس اللي عندهم الاجهزه ديال الاندرويد. غتكليكو على الزر ديال طفيان التليفون، وغتكليكو كذلك على الزر ديال زياده الصوت، تبقاو باركين عليهم لمده تقريبا دقيقه او 30 ثانيه على سبيل المثال. المهم هذه هي الطريقه. ان فوا تفورماتي التليفون ديالك، ديك الساعه هانت صوبتي جيميل، هانت صوبتي البلاي ستور ديالك طبعا، دخلتي له طبعا بالجيميل، ديك الساعه عاوتاني دخل برابط الاحاله ديالك ودخل عاوتاني تيليشارجي لابليكاسيون، عاوتاني وصل للمستوى الخامس، هانت خديتي اسيدي 9 درهم ديالك. الطريقه راه سهله، لك بالنسبه للحد الادنى للسحب اللي هو 10 دولار. بالنسبه لوسائل الدفع كاينه وسيله وحده اللي هي الباي بال، محبوبه الجماهير راكم عارفينها. هذه الطريقه هو انكم تفورماطيو التليفون ديالكم. المهم تليفون ب 150 درهم ولا 100 درهم راه غتصدق معك الطريقه 100%، حيت انا خدمت بها. المهم الشباب هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، خليو معكم لايك، ولا كنتو كذلك جدادين في هذه القناه وخلي معك ابوني صاحبي، راك ما خسرت حتى شي حاجه، غادي خلي معك ابوني، ويلا ندوزو نشرحوا هذه الابليكاسيون دابا. الخوت هذه هي الفرصه الاخيره، كتجي تقريبا مره في العمر. اول حاجه خصكم تعضوا عليها بسنانكم وبيديكم، ما تفلتوهاش نهائيا. المهم كيف كتشوفوا معايا، بالنسبه هذه كلها اثباتات السحب طبعا من لابليكاسيون، وبالنسبه للحد الادنى للسحب اللي هو 10 دولار. انفو كتوصلوا طبعا للحد الادنى للسحب، كتطلبوا طبعا السحب ديالكم،
كيوصل لكم تقريبا ما بين 3 الساعات حتى ل 4 ديال الساعات. المهم بالنسبه لكم اول مره غتدخلوا لابليكاسيون دوروا تقريبا عجله الحظ اما مره او مرتين، على الاقل راه غطيح فيكم $1 حتى $2، ولكن انا ما كنصحكمش انكم تخدموا على عجله الحظ. المهم حنا غنخدموا اسيدي على الاحالات. المهم بالنسبه كل احاله كتوصل طبعا ليفل 5، بالنسبه ليفل 5 راه غير 5 ديال الدقائق ولا 7 ديال الدقائق راه غتوصل اسيدي ليفل 5، كيعطيوك تقريبا 90 سنت اللي هي تقريبا 9 ديال الدرهم زائد 500 تيكي. بالنسبه كيفاش ناخذوا الليان ديال الاحاله ديالنا، المهم غادي نكليكو على ديك الايقونه الخضراء، ديك الساعه غناخذوا الليان ديال الاحاله ديالنا وغنبارطاجيوه اسيدي في الواتساب في التليجرام فاش ما بغينا اننا نبارطاجيوه غير باش يوصلنا طبعا في الجهاز الثاني. ديك الساعه ندخلوا الليان ديالنا انفو غنكليكو على داك الليان غيدخلنا طبعا للبلاي ستور غنتيليشارجيو لابليكاسيون. انا للاسف ما غيدخلنيش للبلاي ستور لانني سبق ليا وقمت طبعا بتحميل هذا التطبيق. المهم كيف كنتشوفوا حنا دابا خاصنا نوصلوا تقريبا ليفل 5. عندي تقريبا انا حاليا ندخل نوريكم شحال عندي تقريبا من ليفل، عندي تقريبا ليفل 4. باش نوصل ليفل 5 خصني نلعب ضروري واحد الالعاب والطريقه راه سهله بزاف. المهم بالنسبه كنصحكم تلعبوا هذه اللعبه صراحه سهله ودغيا غتوصل لكم ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 ليفل 5 صافي. غنكليكي على بلاي. هذه اللعبه الهدف ديالها هو اننا نبقاو نقطعوا في هذه الشجره طبعا نضربوا فيها، وكذلك كنهربوا من ديك الاغصان اللي كيكونوا طبعا في الشجره. ديك الساعه كنبقاو نلعبوها مره اخرى صافي، هو عطاوني تقريبا 28 تيكي باش نعرفوا اننا وصلنا ليفل 1 ولا ليفل 2 ولا ليفل 3. كيعطونا طبعا واحد الرساله الفوقها هي وصلتني طبعا بالخضر، كيخبروني بانني وصلت ليفل 5. ها انتم كيف كتشوفوا عندي تقريبا ليفل 5 دابا حاليا. الا دخلنا للجهاز الاول اللي خدينا الليان ديال الاحاله ديالنا غنلقاو تقريبا عندنا تقريبا في السولد 90 سنت اللي هي تقريبا 9 ديال الدرهم زائد 500 تيكي. المهم هادشي اللي كاين في